أهرامات الجيزة في مصر. تقع الأهرامات على الضفة الغربية لنهر النيل، وتعد من أهم الآثار التاريخية في مصر. الأهرامات الأكثر شهرة في الجيزة هي الهرم الأكبر خوفو والأوسط خفرع والأصغر منقرع نسبة إلى أسماء الملوك. تتميز الأهرامات بروعة هندستها وبنائها المتقن، وقد بنيت كنوع خاص من القبور، واستعملت كمخزن لبعض المخطوطات التي سجل المصريون فيها علمهم. يضم الهرم من الداخل ثلاث غرف رئيسة وبعض الأنفاق الصغيرة، بالإضافة إلى أماكن للتهوية. أعزائي أصدقاء سبيستون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.